معنا الخبير في النقل الدولي أستاذ قانون النقل دكتور محمود عبابني. أهلا بك يا سيد عبابني. يعني ما الذي سيترتب قانونيا على طهران على خلفية إسقاط الطائرة الأوكرانية خطأ؟ أولا مساء الخير والله يعطيكم العافية. أهلا وشكرا على الاستضافة. في الحقيقة مسألة إسقاط الطائرة الأوكرانية يعني أمر مؤسف أول شيء، و يعني أمر فظيع كان، ولكن يعني يقدر بالحكومة الإيرانية اعترافها حتى لو كان متأخرا بإسقاط الطائرة. الآن من لندخل لندف إلى الجوانب القانونية حول إسقاط الطائرة، هناك حالات سابقة بالقانون الدولي المتعلق قانون الذي ينظم الرحلات الدولية والمدنية بين الدول، وأهم هذه الاتفاقيات التي تنظم وتنضب تنطبق على هذه الحالة اتفاقية شيكاغو أو اتفاقية الطيران المدني. أما المنظمة المختصة بالتحقيق وبتنظيم قواعد النقل الجوي وضمان سلامة النقل الجوي فهي منظمة الآيكاو اللي هي International Civil Aviation Organization. من بهذا المحور اللي هو المنظمة المختصة، القانون وهو أو الاتفاقية هي اتفاقية شيكاغو، هناك حالة يجب أن نتوقف عندها وهي حالة الحرب وحالة الطوارئ. هذه موجودة في الاتفاقية وتقول بهالمعنى أنه في حالة الحرب لا تحد هذه الاتفاقية من حرية العمل للدول المتعاقدة سواء كانت حتى محايدة أو محاربة، ولكن على كل دولة أن تعلن حالة الطوارئ وتبلغ ذلك إلى مجلس الآيكاو ولا تلتزم هذه الدولة بالاتفاقية. السؤال الآن حتى نعرف المآلات القانونية والتعويضات ومسؤولية الدولة الإيرانية، هل قامت إيران بتبليغ منظمة الآيكاو عن حالة الطوارئ أو حالة الحرب أو شبه الحرب؟ هل هذا يرتب أثرا قانونيا آخر في حال لم تبلغ هذه المنظمة؟ بالتأكيد أنه هناك يعني في حالات قد تتفلت من المسؤولية، أنه أنا أعلنت الفضاء الجوي مغلقا وأنه أي خطأ يعني قد يكون الخطأ مشترك أو الخطأ أقل. الآن لأنه حالات إسقاط الطائرة تمر بثلاث حالات أو هناك ثلاث حالات صنفت باي انتنشن أنه بالقصد أو بالجروس نيجليجنس يكون خطأ جسيم، أو بسموه الخطأ التقدير وتمسك في الولايات المتحدة غداة إسقاط الطائرة الإيرانية عام 1988 وهو الفولت أسسمنت. أغلب الظن أن يكون إسقاط الطائرة إما فولت أسسمنت وإما جروس نيجليجنس من قبل السلطات أو القوات يعني المسلحة سيد الإيرانية. محمود يعني نعم نريد التحدث بالعربية ليتسنى المشاهدين نعم. الفهم أكثر. أنا بترجم بالعربي والإنجليزي بس يعني على أساس الاتفاقية موجودة، اللي هو الخطأ الجسيم أو بالقصد أو خلال الخطأ التقديري. الآن التحقيقات ستظهر فيما إذا كان هناك خطأ جسيما أو يعني خطأ تقديريا أو أنه كان مقصودا الإضرار بالطائرة والركاب، وأستبعد هذه الفرضية الأولى. يبقى أن للركاب حقوق مالية في التعويض، وعادة اتفاقية مونتريال للنقل الجوي تعالج هذه المسألة فيما يتعلق بالرحلات العادية ووفيات الركاب والإصابات التي تلحق بهم جراء حالات الطيران العادية، لكن نحن الآن بصدد اتفاقية شيكاغو للنقل الجوي التي تضمن سلامة الركاب وحرية النقل الجوي. أعتقد أن الضحايا أو أهاليهم يستطيعون مطالبة أولا الشركة الأوكرانية إذا بتم يلجأوا فورا للشركة الأوكرانية، أو مطالبة فاعل الضرر مباشرة وهي الحكومة الإيرانية. نعم، ما الذي سيترتب على إيران قانونيا فيما لو رفضت دفع تعويضات لأهالي الضحايا؟ قد يصل الأمر إلى يعني مقاضاة أمام محكمة العدل الدولية، وفي عندما رفضت في السابق إيران بالفقه يعني قانون النقل الجوي، عندما رفضت ليبيا تعويض ضحايا لوكربي لجأوا إلى محكمة العدل الدولية، وتم قامت الحكومة الاسكتلندية بتأسيس محكمة حسب القانون الاسكتلندي.
الآن لا تستطيع الدولة الإيرانية التنصل من هذه المسؤولية وهي تعترف بخطأها وتقول أنني مستعد للتعويضات ومستعد لتحمل المسؤولية بكامل تفاصيلها. نعم، من يحدد قيمة التعويضات دكتور عبابنة؟ أعتقد أن الخبراء دور كبير، وهناك في حدود لحدود المسؤولية في اتفاقية مونتريال قد يتم اللجوء إليها، وهي التعويض بحدود أكثر من 200 ألف وحدة حقوق سحب خاصة، ووحدة حقوق السحب الخاصة ما تعادل حوالي دولار أو دولار ونصف. نعم. هذا فيما يتعلق باتفاقية مونتريال، لكن هل يتم اللجوء إلى الاتفاقية؟ اتفاقية مونتريال تعالج حالات النقل العادية، وفاة مسافر على متن الطائرة نتيجة مثلا الخطأ بإسعافه أو التقصير بالمحافظة على سلامته. نحن هنا بصدد فعل ضار قد يكون يعني خطأ جسيما، وهذا يستوجب قد تكون تعويضات أكثر من ذلك. نعم. المشكلة الآن نحن أين ستنعقد المحكمة وفي أي بلد؟ وهنا سيأتي يعني سندخل إلى مسألة تنازع القوانين. الحادث وقع على الأراضي الإيرانية، هل تتم المحاكمة في إيران؟ هذا سؤال مطروح. قد تتحفظ كثير من الدول أن إيران هي الدولة التي قامت بارتكاب الفعل، خلينا نقول الفعل، لا نستطيع أن نقول جربي، ولكن فعل الضرر. قد تتم المطالبة في عدة دول أينما يقع أهالي الضحايا الموجودين في أوكرانيا أو في كندا أو ما إلى ذلك، وقد تتشكل محكمة خاصة، وأغلب الظن أميل إلى هذا الاتجاه، لمقاضاة الحكومة الإيرانية بشكل رسمي. نعم، أشكرك على كل هذه المعلومات، الخبير في النقل الدولي أستاذ قانون النقل الدكتور محمود العبابنة.